السنة وفقه الله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. وبعد إخواني بارك الله فيكم، الذي أشار إليه الشيخ خليل حفظه الله من تكاثر الفتن في اليمن وخاصة بين ممن ينتسب إلى السلفية، ورأيت أخيرا أقولها بصراحة تكالب جميع على أخي في الله فضيلة الشيخ يحيى الحجري، وأنا منذ تقريبا 13 سنة يعني خبرت هذا الرجل في مواقف كثيرة، بالرغم أني أعرفه من مرابط 40 سنة، لكن في السنوات الأخيرة قبل 14 سنة أو 13 سنة تقريبا بالضبط صار في تواصل وتماس كثير بيني وبينه وبين مدرستي وبينه. فأنا أقول أنا زرت اليمن مرتين، في المرة الأولى زرت جميع المشاريع في مراكز، يعني ما تركت مركز من مراكز أهل السنة يومئذ إلا وزرته، حتى كما يقال لا يعتاد أحد على أحد، ويقول أنه سليم الهلال جاء إلى دمناج ودمناج حالت بينه وبين زيارة باقي الأخوة، نسأل الله يهديهم ويصلحهم ويعين إليهم. أقولها وبصدق، والله إني ما أعلم عن هذا الرجل إلا خيرا، وما أعلم عن مدرسته إلا خيرا، وما وجدت منهم إلا الإخلاص ولو زكيهم أو الله، وجدت من غيرهم التلو وأشياء كثيرة، وجدت في الأخير تكون مع الله عيانا بالله تبارك، وهذا خذلان يا أخوان. فأقول لا يضره من خالفهم بإذن الله، كما جاء في فصل فرقة الطائفة النائمة والفرقة المنصورة، لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم ولا من كذبهم، وهؤلاء لن يضروا لا الشيخ يحيى ولا دماج ولا طلابهم. أرادوا أن تنتهي دماج من صهده، فصارت دماج في كل مدينة من مدن اليمن بل خارج اليمن، الله يؤتيه من يشاء، كان مركز واحد الآن عشرات المراكز، كل طالب علم كان عند الشيخ يحيى صار له مركز، وأنتم تعرفون هذه المراكز أكثر من ذلك في كل مدينة، ودعوتهم في الجنوب هي المنتشرة وهي المسيطرة وهي الظاهرة بفضل الله تبارك وتعالى. فأقول أولا لنفسي ولإخواني وإخواني اثبتوا فإنكم على الحق بإذن الله، ولا تعاملوا خصومكم كما يعاملونكم، لن تجد معاقبة أحد عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك. ودعوتنا الحمد لله فيها صفتان، أعلم الناس بالحق، أعلم الناس بالحق، وأرحم الخلق بالخلق. فوالله إننا ما نحسب عليهم ولا نرد عليهم ولا ننتقدهم تشفيا، وإنما ننتقدهم لننقذهم مما هم فيه رحمة بهم، ولأنهم إخوان لنا قد ضربوا عليهم. فأوصيكم وأوصي إخواني وأوصي فضيلة الشيخ يحيى لعله يبلغه كلامي بالثبات والبقاء على العلم والصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأسنا يقومون، وبرحمة المخالف ليس جبنا وليس جزعا وليس وإنما هي رحمة به لننقذه مما هو فيه، وهو أخونا وإمامنا، معاملهم كما عامل يوسف عليه السلام كيف عامل أخوانه
قال لا تثريب عليهم، تعالى الله يحييهم ويصلحهم ويرشدهم ويخرجهم لما هم فيه ويعود الى حضن الجمال الداخل مدرسه الشيخ الوالد رحمه الله تبارك وتعالى. واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتكم ويثبتنا ويثبتكم وبلغوا سلامكم جميع المشايخ والشيخ يحيى، اسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. كما انا قلت بارك الله فيكم، يعني اخواننا هؤلاء الله يهديهم وسعت سرورهم التعايش مع الرافضه، وانما ضاقت عن التعايش مع الشيخ يحيى في المدرسه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم سوى السلام وان ينور بصيرهم. والله نحن بحاجه اليهم وهم بحاجه اليهم، ونحن لا نستغني عنهم وهم لا يستغنون عنا. كان السلف اذا فقدوا احدا من اهل السنه كانما قال قطعت يدي او رجلي عضو. استوصوا بأن السنة غرباء. فيا إخواننا يا أحبابنا، والله ما نكرهكم ولا نسلك فيكم ولا نرجو الحسد لكم، وإنما نخشى عليكم. فعودوا إلى مدرستكم، عودوا إلى منهج شيخكم، الله يوفقكم ويتوب علينا وعليكم ويهدينا وإياكم سبيلا الرشاد.